تفدي فيعود دون صواب. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مشاهدين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حيا أهلا بكم في هذا اللقاء المبارك من برنامجكم اليومي يستفتونك، الذي يأتيكم عبر شاشة الرسالة للإجابة عن أسئلتكم واستفتاءاتكم الشرعية. في مطلع هذا اللقاء المبارك مشاهدين الكرام، يسرنا أن نرحب بضيفه صاحب المعالي الشيخ عبد الله بن سليمان المنيع، عضو هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية. أهلا وسهلا ومرحبا بكم معالي الشيخ. أهلا وسهلا ومرحبا، أحييك تحية مباركة، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه، وأن يجعلنا متعاونين على البر والتقوى، كما أحيي إخواني القائمين ببث هذا اللقاء، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يثيبهم على تعاونهم وعلى احتسابهم في تقديم هذا اللقاء المبارك، كما أحيي إخواني وأخواتي المشاهدين والمشاهدات، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا جميعا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، الله المستعان. اللهم أمين. أحسن الله لكم معالي شيخنا، نسعد أيها الكرام بتلقي أسئلتكم واستفتاءاتكم الشرعية عبر هواتف البرنامج التي ستظهر تباعا في ثنايا تقديم هذه الحلقة. البداية من إبراهيم من السعودية، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله وبياك، تفضل أخي. سؤال واحد، أحسن الله إليكم وإياك. رجل جاءني له حاجة في سلعة معينة، نعم، فقال بدون عقد ولا التزام اشتر هذه السلعة وبعدما تملكها اشتريها منك بثمن مؤجل، فما الحكم بذلك؟ طيب شكرا جزيلا لك أخوي إبراهيم، الله يعطيك العافية. شيخنا الكريم، لعلك استمعت إلى سؤال الأخ إبراهيم. نعم تفضل معالي الشيخ. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. بسم الله نفتتح لقاءنا هذا، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وجنبنا. اللهم إنا نعوذ بك أن نقول ما ليس لنا به علم ولا حق، أنت ولينا وأنت مولانا، عليك توكلنا وإليك أنبنا، سبحانك ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. الإجابة على سؤال الأخ الكريم، هذا التعامل يسمى هو نوع من بيوع العينة، وبيوع العينة الذي عليه جمع أو غالب العلماء والمذاهب الثلاثة، الحنفي والمالكي والحنبلي، على أن هذا لا يجوز، وأنه شبه ربا، وأنه حيلة من الحيل الموصلة إلى الربا، وبناء على هذا فلا يجوز. كأن الحقيقة المعاملة هي في الواقع، هذه المعاملة صارت يعني عبارة السلعة التي عند الذي الآن يبيعها على زميله أو على عميله، ثم يرجعها كذلك بشراء ثاني. أول ما هنا هذه هي البيعتين التي نهى صلى الله عليه وسلم عنهما في بيعة واحدة، هذا شيء واحد. والأمر الثاني أنها حيلة توصل إلى الربا المحرم، وبناء على هذا فنقول للأخ الكريم لا يجوز هذه من البيوع المحرمة. نعم، السلام عليكم الشيخ. لكن فهمنا من سؤال الأخ إبراهيم، يقول أن هذه السلعة عن طرف ثالث، يعني مثلا لا ما هو يقول عندي السلعة، عنده السلعة، وعنده الذي نتحدث الآن على أن السلعة عنده، باعها ويريد أن يشتريها، أو أنه يريد أن يشتريها من أخيه، ثم بعد ذلك أخوه يريد أن يشتريها، فالحاصل هذه إما العينة وإلا عكس العينة، والعينة وعكس العينة محرمة ولا تجوز. لكن معالي الشيخ، لو افترضنا أنا أريد مثلا أن أخذ منك مثلا سيارة بسعر مقسط، فأطلب منك أن تشتريها من معرض
آخر يعني ثم تشتري. هذا ما في هذا الشيء. أول معنى هذا يعتبر اتفاق بين الطرفين. أأتي أنا إليك وأقول والله يا عبد الرزاق هذه الآن السيارة حلي في المعرض، هذه سيارة جاهزة لي وممتازة وزينة وأنا يعني أرغبها، ولكن ما عندي دراهم، فأبيك تشتريها أنت تبيعني إياها بثمن مقصر. جميل. فأنا حينما أنا أشتريها بعد منك حينما أشتريها منك بثمن مقصر، هذا يعني أنني في الواقع على كل حال يعني لو بعتها على 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 هذا الذي لو بعتها عليك أنت الذي بعتها علي لكانت هذه عينة، لكن حينما أبيعها على رجل ثاني فلا بأس بذلك. وأما مسألة أنه الآن يعني ما تم الاتفاق بينهما على أن يشتري الطرف الثاني أو الطرف المقابل يشتري هذه السيارة ثم يبيعها علي، فعلى كل لا بأس بذلك. أنا أبيعها على طرف ثالث لا بأس. لكن معلش الشيخ يعني وفي نفس الأمر ممكن أن تقول بس هو الآن باع ما لا يملك. أيوة هذا سؤالي. نقول ما باع، وإنما هو مجرد اتفاق. اتفاق بينهما. وعد بالشراء. أنا قلت اشتر هذه السيارة وأنا بشتريها، فأنا وعدتك، والوعد بالشراء ليس عقد شراء، وإنما هو ممكن أن أتخلى عن هذا الوعد. لكن ثم يأتي الآن موضوع الوعد وحكم الوعد، هل هو ملزم أو غير ملزم، محل خلاف بين العلماء، والذي عليه الآن جمهور فقهاء الفقهاء المعاصرين والذين هم كذلك غالبهم أعضاء في الهيئات الشرعية في البنوك الإسلامية أو في كذلك البنوك التي فيها نوافذ أو فيها في الواقع إدارات شرعية. فعلى كل حال الوعد يعتبرونه ملزم، ولا تصلح المعاملات إلا بمثل هذا الوعد. وفي نفس الأمر إذا تم الاتفاق بينهم، نفس الآن الذي التزم بأن يشتري السيارة ويبيعها وهذاك وعده أن يشتريها، فهو في الواقع يقول أنا لا أثق في أنك تقول تشتريها، أنا أروح وأشتري السيارة وممكن يعني ما تفي بوعدك. صحيح. فبناء على هذا أبيك تعطيني الآن مبلغ يسمى، المبلغ هذا يسمى عربون. لا ليس عربون. أين؟ جدية وفاء، جدية يعني عبارة عن ضمان لنفاذ الوعد أو لإنفاذ الوعد. فإذا تم البيع فالحمد لله، وهذا المبلغ الذي أخذ منك هذا يعتبر جزء من الثمن متكمل الثمن. وفي حال لو على كل حال حصل اتفاق بين الطرفين بعد أن تم الوعد وكل شيء، ثم حصل بينهم اتفاق على إلغاء ما بينهم من فكرة التعامل، فبهذه الطريقة يرجع المبلغ الذي أخذه الذي هو جدية للوفاء نفسه، الوفاء بالوعد. لكن معالي الشيخ يعني أنت ضربت المثال حينما قلت أنك مثلا تريدني أشتري لك هذه السيارة ثم بعد ذلك. أنا يعني ما أقول تشتريها لي، وإن تشتريها لنفسك ثم تبيعها علي. ثم تبيع علي. لكن شيخنا الكريم اتفقنا نحن الآن على السعر وعلى الثمن. ليش؟ ألا يكون هذا بيع ما لا أملك؟ لا هذا ليس بيعا. صحيح لو كان بيع نعم بيع ما لا تملك ما بعد ملكتها، لكن المسألة الآن ليس بيع، وإنما هو مجرد اتفاق، والاتفاق ليس عقدا، ولهذا ممكن نتخلى أقول عود. طيب بيكون ضرر علي يا شيخ. ما عليش أن تستطيع تأخذ من جدي من المبلغ الذي هو جدية الضمان. يجوز هذا شيخ أخذ مبلغ؟ لأن هذا في مقابل ضرر.
اي نعم. انت تقول الان باني تضررت. نعم. انا مش حبيب السياره. صحيح. لولا اني اتفقت انا وياك ببيع هذه. صحيح صدقت. الله يحسن لك. واضح جدا. واضح ما شاء الله تبارك الله. الله عالجت مع الشيخ الموضوع من كل جوانبه جزاك الله خير. بارك الله. نعم. من معنا؟ عثمان. نور. محمد السلام عليكم. حياك الله محمد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. حياك الله اخي محمد. عندي سؤال جزاك الله خيرا. نعم. بالنسبه للتوقعات الخاصه بالجمهوريه يقولون سيد الامطار احيانا يقولون كسب الرياح الذي يكون توقعات الخاصه بالجمهوريه في هذا محشر شرعي علما ان الله سبحانه وتعالى هو الذي يحلم الغيب. ابشر. يعني ما حكم هذا؟ واضح واضح واضح. شكرا جزيلا لك اخوي محمد. نور من السعوديه السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. حياك الله اختي تفضلي. عندي اربع اسئله لو سمحت. الاول عندي الوالد مصاب بالزهايمر ولا اربع سنوات سبع سنوات. نعم. هل يجوز ان نحن نطلع هو ايام هو كان بخير كان يحب يضحي دائما؟ اي نعم. هذا اول سؤال. ثاني سؤال الوالد عنده قطعه ارض لواحد من الجيران وكان ناوي يشتريها حتى هو تعبان كان يصدم ثمنها يصدم ثمنها هل يجوز الحين يصدم ثمنها؟ اي نعم. طيب السؤال الثاني. ثاني شيء ثاني شيء في بيت اللي من جديد الفترة عش او بوي او شيء هل يجوز انتقام من فلوس الوالد؟ جد نحن الوقت كاملة نحن نازلين ونقول الوالد صدقي على سوي اللي يسوي نحن سامحين الوالد أمي تقول لا لازم يكون الوالد بعدنا أو بكاء. مع كل خير كان يعطي ما يقول لا. يعطي من؟ يتصدق. أي. يتصدق من ماله. أي طيب. الوالد يقول لا إلا بكم نبي يعني أخاف عليه. أي واضح. السؤال الرابع. السؤال الرابع الوالد أحيانا يعصب زي كذا من الزهايمر يعني. عرفت؟ أي نعم. ويطلب صدقة وزي كذا هل يجوز يتصدق من ماله؟ طب هو نفس السؤال الثالث. أيوه هذا أقول نفس السؤال. طيب شكرا. الوالدة تصوم عندنا يوم بعد يوم. أي نعم. وتصوم اثنين وخميس وتصوم الأيام ربيع. أي نعم. هل يجوز لها ولا لا؟ أي وطبعا الآن الوالد ما يمكن تأخذ منه إذن بسبب المرض. أي طيب شكرا جزيلا لك. الله يعطيك العافية أختي نور. نسأل الله عز وجل أن يشفي والدكم ويعافيه ومرضى المسلمين. شيخنا صلى الله عليكم الأخ محمد من المغرب يسأل ويقول بالنسبة للتوقعات التي تقال في الأرصاد الجوية هل هي جائزة أم لا؟ أحسن الله عليكم. أولا الحقيقة نحن نشكر الأخ الكريم على إتاحة هذا السؤال والحقيقة أنه سؤال في محله. لماذا؟ أول الله سبحانه وتعالى قال إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وينزل يعني فهذا مما لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. صحيح. فلعل على كل حال أخ الكريم يقول الآن إحنا نسمع الآن من علماء الأرصاد أنهم يتحدثون ويقولون غدا سيأتي مطر وغدا وبعد غد لا يأتي أو نحو ذلك فكيف نوفق بين أن الله سبحانه وتعالى هو المختص بعلم إنزال المطر ومع هذا هؤلاء يقولون بنزول المطر والغالب أنهم يصدقون في تنبؤاتهم. صحيح. فكيف نجمع بين الأمرين؟ الجواب على هذا أول ما أنا نشكر الأخ الكريم على إتاحة هذا السؤال. الأمر الثاني أن علماء الأرصاد هم في الواقع لا يتنبؤون ولا يعرفون عن الأمطار ومجيئها ونزولها وتحديدها إلا بعد وجود العلامات التي هي في الواقع محل معرفة للمطر. ولهذا نحن الآن قبل أربعة أيام أو خمسة أيام أو ستة أيام لنا أكثر من شهر أو نحو ذلك ما عندنا أمطار ونسأل ونقول والله ما ونسأل العلماء إذا قالوا والله على كل حال لا ندري والعلم عند الله والعلامات
الدالة على وجود أمطار ليست موجودة، ولا نستطيع نقول يأتي المطر اليوم ولا بكرة ولا بعد بكرة. وبناء على هذا فهذا في الواقع هو الجواب على أساس أن علماء الأرصاد لا يتنبؤون بنزول الأمطار إلا بعد ظهور علامات هذه الأمطار، لا إما عن طريق الرياح، ومعلوم بأن الرياح بأنها على كل حال يعني الله سبحانه وتعالى يثيرها وينشأ السحاب من ذلك، وهذا كله هذه كلها إرادة الله سبحانه وتعالى، وهذه الأسباب، لكنها لا تتم هذه الأسباب إلا بإرادة الله وبقضائه وقدره. وإذا وجدت هذه الأسباب فهم يتحدثون ويقولون، والله يعني كأنهم يقولون لكن ما يقولون للناس، وإلا كأنهم يقولون ظهر الآن في الآفاق ما يدل على أن هناك أمطار مقبلة، لأن الحقيقة الرياح أثيرت في مواقع معينة، وهذه الرياح هي في الواقع على كل حال يعني أثارت السحب، ومن وراء السحب كذلك الأمطار وبخار المطر وما يتعلق بذلك. فإذا علماء الأرصاد لا يتحدثون عن نزول أمطار إلا بعد ظهور أسباب وعلامات وأمارات هذه السحب التي تأتي، وأما قبل ذلك فلا يستطيعون أبدا. مثل كذلك الآن ممكن أن يقول أن يأتي واحد ويسأل مثل هذا السؤال ويقول كذلك نحن الله سبحانه وتعالى قال مما اختص الله سبحانه وتعالى بعلمه علم ما في الأرحام، علم ما في الأرحام. فعلى كل حال ومع ذلك يستطيع يقول للأخ أو أحد إخوانه يقول كذلك نحن نرى الأطباء الآن عندهم أجهزة وكاشفات، هذه الكاشفات على كل حال يجرونها على بطن الحامل ويعرفون ما نوع الحمل، هل هو ذكر أو أنثى أو كذا، فصاروا يعلمون ما في الأرحام. فنقول إنهم لا يعلمون ما في الأرحام إلا بعد ظهور ذلك، بعد ظهور ذلك في الوجود، وطالما أنه وجد صح ممكن يعلمونه، لكن قبل مثلا وهو نطفة أو على كل حال لم يخلق، لكن نقول مثلا نطفة، فهذه النطفة الآن حينما تكون النطفة التي هي على كل حال يعني قطعة ماء من ماء مهين، الله سبحانه وتعالى ذكر بأن خلق الإنسان من ماء مهين، فقطعة هذا الماء المهين هل يستطيع الأطباء أو أي واحد على كل حال يعني عنده تميز في الطب، هل يستطيع أن يقول هذه النطفة التي تم وضعها في رحم الأنثى، هل يستطيع أن يقول والله هذه الآن تبين لي اليوم وضعت اليوم، واليوم أنا أقول بأن هذه النطفة سيخرج منها ذكر سيخرج منها أنثى؟ لا يستطيع أبدا، بل لابد أنها تمر بطور، هذا الطور يتخلق ويتلون حتى يكون شيء ممكن أن يعبر عنه، وأما قبل ذلك فكذلك. فالحاصل أن سواء كان مطر أو سواء كان نطفة أو نحو ذلك لا يكون ذلك إلا بعد وجوده، وقبل وجوده لا يوجد ولا يدري من، ما لا يدرى هل يأتي أو لا يأتي، لا يعلم ذلك إلا الله سبحانه وتعالى. وإذا وجد أمكن أن يتحدثوا عنه أنه وجد وأنه نوع كذا الجديد، أو أن السحاب سيأتي غدا أو بعد غد، وكونهم يقولون والله سيأتي يحددون الوقت، هم على كل حال يعرفون كذلك مسار الرياح نفسها، وهذا والمطر اتجاه نحو الغرب اتجاه نحو الشرق اتجاه نحو جهة معينة، فيعرفون اتجاهه ومساره
وفي نفس الأمر يعرفون كذلك ما يعرفون متى يصل، طالما أن الرياح معروف أن سرعتها قد تكون 40 كيلو 50 كيلو 60 كيلو أقل أكثر، فبناء على هذا يتضح ذلك، واتضاحه لم يكن إلا لوجوده. نعم أحسن الله إليكم. هل ينسحب معالي الشيخ ذلك على أيضا توقعات الكسوف والخسوف؟ والنفس الخسوف والكسوف هذا فيما يتعلق بمسارات الكواكب، مسارات الشمس والقمر والأرض، كلها في الواقع كواكب وكل في فلكي يسبحون. لكن في مرات يقول مثلا بعد شهر سيحدث خسوف. نعم، لأن المسارات كلها لها في الواقع علم الفلك ونفس هذه المسارات. وعلى كل حال يعني وما يتعلق بعلى كل مقادير هذه المسارات ونحو ذلك، فهي في الواقع لا تتحدث، لا يتحدث الكسوف أو الخسوف عن يتحدث عن شيء معدوم، وإنما المسار نفسه، المسار أما يتجه يمين أو يتجه يسار أو نحو ذلك، ثم بعد ذلك يأتي الخسوف أو يأتي الكسوف. نعم الله يسلمكم شيخنا الكريم. أيضا الأخت نور من السعودية تسأل وتقول أن والدها قد أصيب بمرض الزهايمر قبل 7 سنوات، وأنه حينما كان صحيحا معافى كان يبذل مالا للأضاحي ويحرص على ذلك، فتقول هل يجوز الآن أن نخرج من ماله ونقوم بأداء هذه الأضاحي؟ لا والله لا يجوز، لأن الآن المال ماله ولا يمكن أن يتصرف في ماله أو أن يتصرف في ماله إلا ولي مولى عليه، والتولية الغالب أنها تكون من الحاكم الشرعي، فالحاصل أنه لا يجوز، والولي نفسه كذلك لا يجوز إلا أن تكون ولايته على هذا المال على سبيل حفظه لا على سبيل التصرف فيه. نعم الله يسلمكم. ولكن ممكن أن يقال إنه ينبغي أن يخرج زكاته منه. إيه يخرج زكاته منه؟ الزكاة يخرج الزكاة منه. إيه. وأما ما يتعلق أنه مثلا يكرم أو يعطي أو ينفق أو نحو ذلك، أو على كل حال يبذل على سبيل الصدقات والأضاحي والحج ونحو ذلك، فنقول لا يجوز له ذلك. نعم. لأن ولايته مقصورة على حفظ المال. نعم بقي لها 3 أسئلة شيخ الكريم، لكن نستأذنكم نأخذ هذا الاتصال. أمت الله من السعودية، السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام. تفضل. الأول كنت صغيرة أخذت من مال كانت تضعه أمي جانبا، فلما كبرت تذكرت ويغلب على ظني أن هذا المال للزكاة، لأن أمي تضع مال الزكاة دائما بشكل منفصل، ما الذي يجب علي فعله الآن؟ كم كان عمرك وقتها قبل التكليف؟ لا أعلم. قبل البلوغ أقصد أو بعده؟ لا أعلم فقط. طيب السؤال الثاني. السؤال الثاني، أشتري عباية ملونة وأجعلها عباية سن للصلاة في البيت، هل إذا اشتريت هذه العباية الملونة علي إثم بأني دعمت المحل الذي يبيع هذه العباءات الملونة وقد يجلبون منها أكثر؟ طبعا أنت طبعا لا تخرجين بها خارج المنزل. لا أخرج. إيه طيب السؤال الثالث. من قرأ سورة الفاتحة في الصلاة فقال أل، كان يريد أن يقرأ لكن قال أل فقطع القراءة، هل يعتبر هذا مبطل للصلاة لأنه يصبح كالكلام المبطل، علما بأنه أعاد القراءة بعد ذلك؟ ما لو تعيدين السؤال، بس السؤال الثالث. من قرأ سورة الفاتحة في الصلاة كان يريد أن يقرأ فقال أل قطع القراءة. قطع قراءة مثلا كلمة مثلا في كان يريد أن يقول الحمد لله لكن قال أل فقطع القراءة ثم بعد ذلك أعاد من جديد. نعم. طيب بالنسبة للعباءات، أنت تقصدين العباءات المزخرفة التي بزينة المزخرفة؟ ملونة لكن ليس عليها زخرفة. أيوة. إيه طيب. أحيانا بألوان. طيب شكرا جزيلا لك يا أختي. الله يعطيك. سمع لي شيء. نعم من الأردن، السلام عليكم. الأردن علي. نعم. علي حياك الله أخي علي، تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا أخوي أنا حجيت سنة 2000. إي نعم. وكان معي الحج والحجة. إي نعم الله يحفظهم. الله يديك الخير. وفي واحد في ثاني يوم لما جينا نرجي الجمرة الثانية والسادسة اجى يعني نصحنا ان نروح بنص الليل نرمي الجمرة الثانية وبعد نص الليل نرمي الجمرة الثالثة ونروح. اي نعم. اي نعم. بس
بدي أسأل إنه هل جاء علينا إشي؟ أنتم متى رميتوا الجمرة الثانية والثالثة؟ الثانية رميناها بالليل يعني بعد يعني قبل نص الليل يعني قبل 12 بقليل، وبعدين انتظرنا وعودنا رمينا الجمرة الشاشة تأتيها بعد نصف الليل. يا أخي الكريم، يا أخي علي، ترى نصف الليل ما هو دائما الساعة 12، يعني هناك حسبة لاحتساب منتصف الليل، فأنتم الثانية والثالثة ما يكون يوم العيد. أي أنتم متى رميتوها؟ يوم ليلة العيد أو يوم العيد؟ كان يوم مزدلف، ليلة مزدلف. رمينا الجمرة اللي تلعب لما أول مرة مش تلعب مش لما نزلنا عمارة في اليوم الثاني. يوم كنتوا في منى يعني، يوم كنتوا في منى. اي في الجمره الاولى اللي بس مره اللي هي يوم العيد ليله 11 من ذي الحجه. نعم، يوم من ايام التشريق الثاني والثالث. واحده رميتها قبل الساعه 12 والثاني بعد الساعه 12. نعم صحيح. طيب وقتها يمكن كان في زحام شديد جدا قبل المشروع العملاق. لا كان يعني ما تعد يعني كان يمكن اربع مليون. والحج الحج اي ما شاء الله. لكن الحج والحجه اي واضح الحج والحجه وانتم رميتوا جميعا في نفس الوقت. لا انا رميت عنهم. رميت عنهم اي اخ ثاني رمى عن درسته وعن اسمين ثاني. اي نعم، لانهم ما يستطيعون كلهم ضعفاء. طيب تسمع تفضل يا علي ابقى معنا مع الشيخ سيسالك السؤال. الان السؤال الان هل رمى الان اي نعم رمى في الليل الغادة أول يوم من أيام التشريق. أي نعم. وإلا ثاني يوم وصار الرمي مقدم في الليل. أنتم هذه يسأل معالي الشيخ يقول هذه الجمرات تخص أي يوم بغض النظر عن وقت أدائها، لكن هي تخص أي يوم؟ تخص يوم الحادي عشر الثاني أو الثالث. اليوم الثاني والثالث يعني ليس يوم العيد وإنما اليوم الذي بعد يوم العيد اليوم الحادي عشر. مش الجمرة الأولى اللي الصبح. أي نعم الثلاثين. اي نعم. طيب ليه الجمرة الاولى متى رميتوها؟ هي ثلاث جمار، لماذا الثانية والثالثة يعني فقط؟ انا متذكر بس يمكن يكون رميناها بعد يسجل الريت بهالحدود يعني احنا بعد ما نزلنا في مينا ورسلنا كل امورنا احنا مشينا مشي على الجمرات من مينا وصلنا للجمرات. طيب تسأل يعني تسأل انت الان عن حكم رمي الجمرة الحادي عشر واليوم الثاني عشر قبلها في الليل يعني قبل دخول هذا اليوم. والآن يسأل عن رمي اليوم الحادي عشر. اي نعم اليوم الحادي عشر والثاني رماه في الليل قبل شروق الشمس اليوم الحادي عشر. مضبوط، لكنه في الليل القابل له ليس لليوم الحادي عشر. اي نعم، في الليلة اللي تسبق شروق شمس يوم الحادي عشر. مضبوط، لكن الليلة التي تسبق اليوم الذي يسأل عنه. اي نعم نعم بالضبط. صحيح، خلاص اسمع ان شاء الله اجابة الشيخ. شكرا جزيلا لك، الله يعطيك العافية. ام صالح من السعودية، السلام عليكم. حياك الله، تفضل يا اختي. انا عندي سؤالين يا شيخ. اي نعم، الاول السؤال الاول رجال عقد على حرمة. اي نعم، عليه شنطة ولا ما عليه شنطة؟ عقد بها وخلاص. عقد بها ثم ماذا حصل؟ ما شي حصل، هذا عقد بها وهو هي في اليمن جابه وهو في السعودية عليه شنطة. يعني عقد عليها عن بعد. عقد عليها عن بعد. ايه. طيب ابوها يعني موجود وكلم الزوج؟ ابوها موجود وهو وكل اخوه هناك. وكل اخوه؟ وعقد. والزوجه وين هي موجوده فيه؟ الزوجه في اليمن. في اليمن وهذا في السعوديه؟ نعم. ايه طيب تسمعين ان شاء الله اجابه الشيخ، شكرا جزيلا لك. السؤال الثاني. ايه نعم. انا يا شيخ قبل 55 سنه كنت حامل ويحصل الحمل ما في الحمل الحصة. ما الحصة في العمل شليت حاجة في سمكة أمي. نعم سبيلة. واضح وسقط الحمل. كم شهر هو؟ أربعة أشهر. طيب هل عليك شيء أو لا السؤال؟ علي شيء. طيب لا تذكر في العمل. واضح. السؤال الأول البنت موافقة على الزواج؟ أيوة. خلاص طيب تعب شريف. شكرا جزيلا لك يا رب. لكن السؤال الثاني المتعلق به أربعة أشهر. نعم. هل هو تخلق تحرك؟ يبدو أنها في بطنها شيخ الكريم. هو في بطنها. لكن هي تحرك ويتخلق وهو في بطنها. يبدو أربعة أشهر
ما يعني لعل عندها خبر في هذا الشيء يعني تحس انه تحرك موجودة اختنا الكريمة أو أنه هو سقط ولا ما إيه سقط يوم شالت حينما سقط الآن إيه؟ لابد أن يكون رأته أو أن إيه نعم يرى إليها فهل هو تخلق هل تخلق أختي الكريمة بالنسبة للجنين أنا ما شفته يقولون تخلق أن له رأس إنهم يقولون أنه تخلق وصل الحركة ما بعد تحرك ما لكن صلوا عليه ودفنوه سؤاله وشو الآن السؤال هل يلحقها إثم أو لا على ذلك يلحقها إثم وشي ماذا لأنها هي حملت شيء ثقيل فأجهض الجنين لكنها لم تقصد إسقاط هي ما غير متعمدة ومثل هذا الشيء الثقيل يحمله أمثالها وقد تحمله بعد كذلك يعني شيء عادي عندهم شيء عادي طيب تسمعني إن شاء الله إجابة الشيخ الله يعطيك العافية علي من السعودية السلام عليكم حياك الله حياك الله يعني تفضل الأول أقول دعاء الاستفتاح في سنن الرواتب هل أنه الركعة الأولى يكفي في السلامات كلها أو أنه يكون في كل ركعة بداية ركعة أي واضح السؤال الثاني السؤال الثاني الإمام عندما يقرأ أمور بتلاوة فيها تسبيح تحميد تكبير في الفرض هل ان المؤمن يسبح لغفر الله وايضا لو مثلا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم هل يصلي على النبي كذلك طيب ابشر شكرا جزيلا لك الله يعطيك العافيه اخوي علي الله يجزاك خير شكرا لجميع المتصلين شيخنا نعود الى الاسئله المؤجله ايضا شيخنا الكريم احصل عليكم في سؤاله الثاني تقول ان والدها المصاب بالزهايمر كان ينوي نيه جاده ويرغب رغبه كبيره في شراء ارض مجاوره لمنزلهم ويقول لم يتهيأ ذلك في وقت صحته الان اذا اصبح مريض هل يتفقون مع مالك هذه الارض ويشترونها وتدخل في حيز هذا الوالد ويأخذ من ماله وهو مصاب بالزهايمر الله الجواب على هذا بأن هذا شراء هذه الأرض لا يجوز أنهم يتصرفون فيها إلا إذا كان في ذلك مصلحة له ولماله الذي هو بيدهم وأما أنهم يتصرفون أو يشرون الأرض لأنه كان يريد أن يشتريها كان يريد أن يشتريها يمكن في عقله وأما الآن حينما الآن حصل خلل في عقله بالزهايمر فهذا يعني بأنه لا يجوز أن يتصرف إلا فيما فيه المصلحة وأما ما كان يرغبه ويريدون أن ينفذوا ما كان يرغبه هذا الذي رغبة دنيوية وهو يظن بأن في شراء هذه الأرض مصلحة له وبناء على أنه الآن فقد شعوره فلا يجوز لهم أن يتصرفوا إلا فيما فيه المصلحة جميل الله يسلمكم شيخ الكريم أيضا بالنسبة أنه يكون كان يبذل الصدقة هل يؤخذ أيضا من ماله ويتصدق عنه صلى الله عليكم أبدا ولا يؤخذ من ماله وشيء من هذا هو يتصدق يوم كان في حال من صحته وكمال عقله وأما الآن فطالما أنه دفع فسلطتهم على مال سلطة حفظ ورعاية لا سلطة تصرف نعم السؤال الرابع شيخنا الكريم تسأل كذلك وتقول أن والدتها تحرص دائما على صيام الاثنين والخميس والأيام البيض فكيف تستأذن أيضا من الآن الزوج وهو مصاب بالزهايمر والله طالما أنها الآن هي في الواقع فهي طالما ما يعني لا يملك أن يعطي إذن عن طريق تعقل فبناء على هذا يتصرف الحمد لله فكأنه على كل حال يعني فاقد عقله وبناء على هذا فلا يظهر لي مانع في أنها تتصرف وتصوم والحمد لله وهو الواقع على كل حال ليس عنده من الإدراك ما يجعل تصرفه أو إذنه أو الاستئذان منه
له مبرر. نعم الله سلامكم شيخنا الكريم. أيضا أختنا أمت الله من السعودية تسأل وتقول أن والدتها في وقت مضى كانت تعزل نوع من المال ويغلب على ظنها أنه للزكاة، تقول كنت أخذ من هذا المال ولا أدري هل هو قبل بلوغي أم بعد البلوغ، فما هو يعني تأخذ من أموال مثلا أبوها أمها أو أمها فرزتها للزكاة، الأم فرزت هذه الأموال للزكاة. أي نعم. تقول هذه البنت أنا ما أدري قبل البلوغ أو بعد البلوغ كنت أخذ منها منها المال. أي نعم منها المال، فتريد أن تبرئ ذمتها، فما السبيل ذلك؟ هي تعرف الآن كم مقدار هذا الشيء، تقدر يعني إذا كانت تعرف كم مقدار هذا الشيء فيجب عليها أن تضمنه وأن تتصد وأن تصرفه في مصارف الزكاة للفقراء والمساكين، تقدر ذلك. أي نعم. نعم. وإن كانت لا تستطيع تقديره على كل حال إذا كانت يكون عندها يعني شيء من تحري الاطمئنان والثقة والتحري. جميل. الله يسلمك شيخ الكريم. تقول في هناك محل يبيع عباءات ملونة وليست مزركشة، فتقول أن اشتريتها حتى استخدمها فقط داخل المنزل، هل يعد هذا أمرا محرما خشية أن يكون أدعم هذا المحل الذي يحضر هذه العباءات الملونة؟ أولا هذه العباءات الملونة هي في الواقع هذه العباءات ليست عباءات شفافة حتى يقال بأنها في الواقع لا تصلح لأن تكون عبارة عن على كل حال ستر ونحو ذلك، وبناء على هذا فعلى كل حال لا يظهر أن عليها في ذلك شيء، والعباءة حينما تكون ملونة سودة أو شهبة أو نحو ذلك فعلى كل حال ليس في هذا تأثير على أن تكون عبارة حجاب وستر، وبناء لا يظهر لي فيها مانع سواء كانت بيض سواء كانت العباءة سودة أو كانت عسلية أو كانت شهبة أو نحو ذلك، ما يظهر لي في هذا مانع، وإنما المانع هو في الواقع أن تكون لافتة النظر بأن تكون مزركشة وتلفت النظر من قبل مرضى القلوب حتى يكون هناك من الشباب من يؤذيها ويفتتن بها أو نحو ذلك، هذا هو الذي إذا أما إذا كانت مجرد بدل ما تكون سودة صارت مثلا شهبة وإلا صارت كحلية أو صارت عسلية أو نحو ذلك ما يظهر لي في هذا مانع. الله يحسن لكم شيخنا الكريم. أيضا في سؤالها الثالث، نعم ممكن أن نقول كذلك إذا كانت ضيقة بحيث أنها تبرز مفاتنها فكذلك نقول هذا لا يجوز، أما إذا كانت واسعة فضفاضة وليس هناك عليها ملاحظة إلا أنها بدل ما تكون سودة صارت شهبة أو صارت عسلية أو نحو ذلك أو بنية أو نحو ذلك ما يظهر لي في هذا مانع. الله يسلمكم شيخ الكريم. في سؤالها الثالث تقول مثلا في وهي تقرأ الفاتحة في الصلاة تقول ثم تعيد تقول الحمد لله رب العالمين، هل زيادة هذا اللفظ يبطل الصلاة؟ هذه في الواقع أول لله الحمد يعني هي لم تكن زيادة مقصودة وإنما هي في الواقع يعني حبت أنها تتأكد من صدور اللفظة على كل حال كمالها. نعم شيخ. فلا يظهر عليها شيء أبدا، وهي تقول إني لم أكتفي بهذا بل أعدت القراءة الحمد لله رب العالمين. نعم الشيخ الكريم. الأخ علي من الأردن يسأل ويقول يمكن في حج 1419 ما يقارب عام 2000 بالميلاد، يقول أنه قام بالحج ونعرف أن منشأة الجمرات كان وقتها يعني فيه ضنك وفي زحام شديد جدا وتزاحم للحجاج على مدار الساعة، لكن الحمد لله يعني قيادة هذه البلاد المباركة قامت ببناء هذه المنشأة العملاقة، نسأل الله عز وجل أن يجعله في موازين حسنات في التسهيل كثيرا على الحجاج. نعم. لكن شيخنا كريم سؤاله يقول أنه الجمار الخاصة باليوم 11 يقول اضطررنا لرميها ليلة يوم 11 أي قبل شروق شمس يوم 11 اللي هي الجمرة الوسطى وكذلك لعلها مهم بليلة الواحد لعلها الليلة التي هي بعد اليوم الواحد 11. نعم أنا سألت أحسن الله إليكم. بعد اليوم 11 يعني ما يعني هل الرمي إن كان في 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 ليلة 11 فهذا يعني بأنه قدم الرمي. إيه قدم الرمي. أنا سألته هذا السؤال. نعم. وإن كان إنه يعني في آخر يعني آخر اليوم الذي هو الليل في الليل نفسه.
فعلى كل حال فهذا كذلك على أساس أنه أخر الرمي. والرمي في الليل صدر قرار من هيئة كبار العلماء وفتاوى كذلك من اللجنة الدائمة على جواز الرمي في الليل. فعلى كل حال فالرمي إن شاء الله تعالى في الليل هذا يعتبر وقت، لأن وقت الرمي بعض أهل العلم قالوا إن، ولهذا صدر توجيه من رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه يجوز للرعاة ولأصحاب المصالح التي في تأخير مصالحهم ضررا عليهم على أساس لهم الحق في أن يقدموا الرمي أو يؤخرونه. الحمد لله. فبناء على هذا فالأمر والحمد لله ميسر. الحمد لله. لكن أهم ما هنا أن يكون الرمي قد تم في وقته، سواء أخر قدم الرمي أو أخر. والله المفروض أن يعتني بالوقت على أساس أن يكون رمي كل يوم في وقته وقبل وبعد زوال الشمس. لكن إذا تم على كل حال على أنه رمى اليوم أو رمى اليوم الثاني أو اليوم الثالث على كل حال يعني في وقته ولم يمضي وقت الرمي يكون الخامس عشر أو السادس عشر أو نحو ذلك، وإنما لا يزال وقت الرمي موجود فالحمد لله. فإن شاء الله تعالى هناك مجموعة كبيرة من أهل العلم قالوا على كل حال توسعة الوقت وأن الرمي من منتصف ليلة مزدلفة إلى نهاية إلى غروب شمس اليوم الثالث من أيام التشريق. نعم. كل هذا وقت رمي، يعني الحال كذلك سواء قدم الرمي أو أخره الأمر جائز. والله جائز لكنه بس خلاف الأولى وخلاف المسنون. لكن الشيخ لو قدمه لكن قبل منتصف الليل أيضا جائز؟ والله على كل حال يعني هناك مجموعة من العلم يرون بأن أولا لا بد من ترتيب أعمال الحج، ومن ترتيب أعمال الحج البيتوتة في مزدلفة ليلة مزدلفة. فكون انه يعني يرمي الجمار او يرمي جمرة العقبة قبل على كل حال يعني تحقيق الواجب واجب المبيت في مزدلفة، هذا على كل حال بعض أهل العلم يقول عليه دم. لكن سؤاله معالي الشيخ أنا سألته بشكل مباشر، يقول شيخ الكريم هذه الجمار هي خاصة باليوم الحادي عشر، قاموا برميها في يوم عيد الأضحى المبارك وقبل اللي هو في الليل يوم عيد الأضحى. يعني معنى ذلك أنه قبل مجيء قبل اليوم الأول من أيام التشريق. أي نعم بالضبط. نعم هذا معنى ذلك أنه يعني على رأي مجموعة من أهل العلم لا بأس بذلك. جميل. لأنهم يرون أن كل من يوم العيد إلى نهاية اليوم الثالث من أيام التشريق وهذا كله وقت رمي، فبعض أهل العلم لا يرون بأسا في ذلك. الحمد لله. سواء حتى لو كان قبل منتصف الليل. لا ليس قبل منتصف الليل، عاد هذا كذلك يعني فيه إشكال لأن البيتوتة في مزدلفة ما تمت. لا هذا شيخنا الكريم يوم العيد، والآن عادوا ذهبوا من مزدلفة. نعم. يوم العيد ليلة اليوم الأول من أيام التشريق. نعم بالضبط. هذا كذا ما في مشكلة حتى لو قبل منتصف الليل. حتى لو كان طيب. قبل منتصف الليل، لأن من 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 رمي من وقت رمي جمرة العقبة إلى آخر يوم من أيام التشريق. نعم. وهذا كله وقت رمي. نعم وينسحب. لكن المفروض يعني الذي ينبغي أن يكون هناك عناية بأن يكون رمي كل يوم بيوم. في محله وفي وقته. وينسحب كذلك على الليلة الأخرى اللي هي اليوم الثاني عشر، رموه يوم نهاية يوم الحادي عشر وقبل إشراق الشمس يوم الثاني عشر أيضا في الليل، هل هذا أيضا ينسحب الجواب على يعني قبل يعني الجمار يعني وهم تعجلوا أو لم يتعجلوا؟ هم يبدو أنهم متعجلين يبدو. إذا كانوا تعجلوا ورموا فلا بأس بذلك. نعم. يعني قبل إشراقة الشمس ولكن ينبغي أن يكون تعجلهم قبل
غروب شمس اليوم الثاني من أيام التشريق. لكن معالي شيخنا الكريم يعني رسول الهدى صلى الله عليه وسلم رمى الجمار يوم الثاني عشر عند وقت الزوال، أليس كذلك؟ رماه بعد الزوال. نعم بعد الزوال. هم رموها في الليلة، يعني في الليلة التي تسبق هذا الزوال في الليل، يعني في منتصف الليل بسبب الزحام. ولهذا الآن يقال بأن هناك من أهل العلم من قال بأن وقت الرمي يبدأ من منتصف ليلة مزدلفة إلى آخر يوم من أيام التشريق. الله يحسن ليكم ويتقبل منا ومنهم شيخنا الكريم. شيخنا الكريم، الأخت أم صالح من السعودية تسأل وتقول أنه تم عقد زواج بين فتاة ووالدها في اليمن، هم وبين العريس أو الزوج، وأيضا يوجد عم الزوجة في السعودية، فقام هذا الولي اللي هو والد الفتاة بتوكيل أخيه بأن يعقد على ابنته، فتم هذا العقد في السعودية. ونعرف أن الزوج في المملكة العربية السعودية، بينما الزوجة وكذلك الوالد والد الزوجة في اليمن، فهل يجوز هذا العقد؟ والله نعم، طالما أنه الآن ولي الزوجة وكل أخاه، وأخاه في السعودية، والعريس في السعودية نفسه، فعلى كل حال الحمد لله. نفس الآن الولي الآن يملك وكالة عن أخيه، فهو في الواقع الآن هو ولي المرأة، والمرأة على كل حال كونها في السعودية أو في اليمن لا يؤثر، لكن أهم ما ينبغي هو على كل حال أن يكون مجلس العقد فيه الزوج وولي الزوجة، وأن يكون ولي الزوجة كذلك عنده من على كل حال يعني عنده مما يدل على أن الزوجة راضية وأنها غير مجبرة أو كذا، بل على كل راضية بهذا الزواج. فإذا كان كذلك فالحمد لله، الإيجاب والقبول والشهود وكذلك الصداق، وكل على كل حال هذا كله، ورضاء الزوجة نفسها، كل هذا مستكمل، فالزواج إن شاء الله مبارك. الحمد لله. شيخ الكريم، ربما سمعت أيضا سؤال تقول قبل 55 عاما كانت حاملا هذه المرأة، فحملت بدون قصد شيء ثقيل، فأجهض الجنين، سقط هذا الجنين، عمره 4 أشهر، فتقول هل يلحقني إثم بذلك علما بأنني لم أتعمد إجهاض هذا الجنين؟ والله على كل حال كذلك حين سألناها وهي تقول بأن مثل هذا الشيء الذي أنا حملته عادة أحمله ويحمله غيري. صحيح. وبناء على هذا فعلى كل معلوم كثير من الحوامل يحملنا بعض الأثقال، أثقال على كل حال، يعني الغالب الأغلب أنها لا تؤثر على ما في بطونهن من أجلنا. نعم أحسن عليكم شيخنا الكريم. وبناء على لا يظهر لي أن عليها ما تأثم به. نعم شيخنا الكريم، علي من السعودية سأل يقول بالنسبة لدعاء الاستفتاح الذي يقال في الصلاة، هل يقال في الركعة الأولى أم يقال في كل ركعة من ركعات الصلاة؟ أول ما هو لا يقال إلا عند افتتاح أو أي صلاة. نعم. يعني صلاة سواء كانت صلاة فرض أو صلاة نفل، وممكن في الواقع على كل حال أن يكون هناك يعني بعض، لعل الأخ الكريم يعني لفت نظره ما في التراويح في بعض المساجد، تجده مثلا يعني حينما يبدأ بالتسليمة الأولى، التسليمة الثانية، التسليمة الثالثة، ممكن يبدأ بالتسليمة الأولى ويقرأ الاستفتاح ويقول إن هذا الاستفتاح يكفي عن جميع التسليمات، ما هو عن الركعات معلوم بإجماع أهل العلم على أنه لا يلزم أو ليس من سنن الصلاة أن تكرر الاستفتاح في كل ركعة، وإنما الاستفتاح على اسمه، تستفتح الصلاة بسبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، أو بغيره من صيغ الاستفتاح الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا بأس بذلك. لكن الاستفتاح أول ما نعلم بأنه ليس لكل ركعة، وإنما هو لكل صلاة، يعني لكل بدء في صلاة، سواء كانت صلاة فرض أو كانت صلاة نفل.
جميل. شيخنا الكريم، بعض المأمومين يدخل إلى المسجد ويلتحق بالإمام في الركعة الثانية أو الثالثة، فهل يقرأ دعاء الاستفتاح؟ والله نعم، يستحب له أن يستفتح. هو مهلا يدخل، ويجب عليه أن يكبر تكبيرة الإحرام، ولا تصح صلاته إلا بتكبيرة الإحرام، ثم بعد ذلك يستفتح ولو كان إنه مأموم. فعلى كل حال يعني الإمام استفتح وهو استفتح، والاستفتاح من المعلوم كذلك للمشاهدين أنه سنة. لو لم يتم من المصلي قراءة الاستفتاح فصلاته صحيحة. نعم. معالي الشيخ، هناك عدة صيغ للاستفتاح وردت عن رسول الهدى صلى الله عليه وسلم، أيهما أفضل؟ على كل حال كلها إن شاء الله تعالى والله ما أستطيع أني أفضل عنها شيء، لكن إنما المشهور سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، مثل الله أكبر وكبيرة والحمد لله كثيرة وسبحان الله بكرة وأصيلة، هل هذا أيضا من دعاة الاستفتاح؟ والله مجموعة صيغ ما يعني ما هذه الله أكبر كبيرة في هذا، هذه التكبيرات المطلقة والتكبيرات المقيدة في أيام العيد وفي أيام التشريق ونحو ذلك، ولكن حينما يستفتح بها من يصلي والله يعني ما أظن الاعتراض عليه وارد. نعم، الله يسلمكم شيخنا الكريم. شيخنا أيضا يسأل يقول في بعض مرات يرد مثلا في الآيات سبحان الله، أو مثلا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في القرآن الكريم، أو حمد لله عز وجل، الحمد لله، مثل قول إن الله وملائكته يصلون على النبي. نعم. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. نعم. الله. لما يقول اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك. صحيح. لا بأس بذلك، أليس الله بأحكم الحاكمين؟ بلى وربي أنت أحكم الحاكمين، فلا بأس بذلك والحمد لله. مثل لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، أيضا مثلا يصلي على النبي. والله على كل حال نعم، المهم انه في مثل ان الله وملائكته يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، هذا ظاهر واضح وامر. نعم. واستجابه ممن يستمع ذلك فيقول اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد. بسم الله عليك شيخ. شيخنا الكريم، يعني هل هذا يعد مثلا كلام خارج عن الصلاة تبطل به الصلاة إذا صلى على النبي صلى الله عليه وسلم وهو في صلاته؟ ما أظن، هذا من جنس الصلاة، من جنس الصلاة. والصلاة كلها مبنية على الذكر. نعم. وهذا من جنس الذكر ومن جنس تعظيم الرب وتقديسه وتسبيحه. نعم. مثل أيضا الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب، أيضا يحمد الله عز وجل في الصلاة المأموم لو قرأها الإمام، أو الحمد لله الذي خلق السماوات. أقول ما يظهر في ذلك، هذا الحقيقة يعتبر تجاوبا مع على كل حال يعني مع نداءات القرآن وتوجيهات القرآن. فأنا على كل حال يعني ما يظهر لي في هذا مانع. نعم، الله يسلمكم شيخنا الكريم. شيخنا أحسن الله إليكم وبارك فيكم وفي علمكم، ربما تشهد أيضا أجواء المملكة والله الحمد والمنة هذه الأمطار والخيرات والرحمات، لو يعني رصدتم أبرز الملاحظات على بعض الأئمة في قضية الجمع شيخنا الكريم، توجيهات يعني سريعة أحسن الله إليكم. هو أولا من المعلوم بأن الجمع هو رخصة. نعم. والرخصة لا تكون إلا لوجود مقتضاها. الله أكبر. نعم. فعلى كل حال فالجمع حينما يكون هناك جمع لوجود أمطار، وجود رياح، وجود برد شديد مؤلم ونحو ذلك، كل هذه من المشوغات. لكن مثلا الآن لو على بعض الأئمة الله يجزاهم خير ويوفقهم إن شاء الله ويجدهم، بعضهم إذا صار هناك أي أثر خفيف من المطر ونحو ذلك، يعني نفس الآن الرخصة الغالب أنها ما تكون إلا لوجود وحل، وجود أذية، وجود شيء من هذا، لكن حينما يكون بلل خفيف أو نحو ذلك هذا ما يصل إلى مرتبة أن تكون الرخصة في الجمع. والجمع لا بد أن يعني قد يقول قائل وما الذي وش اللي يؤثر على الجمع؟ نقول الذي يؤثر على الجمع أن الصلاة اللاحقة هي في الواقع تصلى في غير وقتها.
فيجب أن لا تكون هذه الرخصة إلا بمبررها وبوجود ما يدعو إلى الأخذ بها كرخصة. لا. وأما إذا لم يكن هناك مبرر فعلى كل حال هل يجوز لمصلي أن يصلي الظهر يقول والله بصليها اليوم ركعتين وقصر وهي تقصر في السفر وتقصر في كذا، أو أنه يظهر إلى على كل حال جانب البلد لكنه ما ظهر ولا سافر، ويقول أنا الآن شبه مسافر أو كذا. فمثل هذه الأشياء يجب العناية والاهتمام، وإذا كان مبني العمل على رخصة فلا بد من تحقق هذه الرخصة وانطباقها على الحال التي اقتضى الأمر الأخذ بالرخصة بها. نعم، لو انطبقت هذه الرخصة وهذا الحال شيخنا الكريم، هل تقصر الصلاة الرباعية؟ لا تقصر إلا في سفر. إذا جمع فقط، الصلاة الرباعية لا تقصر إلا في سفر أو في أيام الحج. نعم. أيام الحج، يوم للحجاج. عرفة، ليلة مزدلفة، للحجاج. نعم. وللحجاج أنفسهم. إلا أن يكون الحجاج مسافرون فيجتمع لهم نفس الآن اعتبار يعني حكم من أحكام الحج، وكذلك رخصة السفر. نعم، أحسن الله إليكم معالي شيخنا الكريم وبارك فيكم وفي علمكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين. كما نسأل الله عز وجل أن يمدكم بالصحة والسعادة والعافية. جزاك الله خير، أشكرك شكرا جزيلا على مشاعرك الكريمة، وأنا كذلك أشكرك على حسن إدارتك هذه الحلقة المباركة، وأسأل الله سبحانه وتعالى ألا يجعل هذه الحلقة وهذا اللقاء بإخواننا وأخواتنا آخر عهد بهم، بل نسأل الله سبحانه وتعالى على أن يكرر هذا اللقاء وأن يجعلنا جميعا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. إذن كل الشكر والتقدير بعد شكر الله عز وجل مع طرة الدعاء لضيفنا الكريم في هذا اللقاء المبارك صاحب المعالي الشيخ عبد الله بن سليمان المنيع عضو هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية، على أن أفاض علينا من علمه المبارك في الإجابة عن أسئلتكم واستفتاءاتكم الشرعية. الشكر يتواصل لكم أنتم مشاهدين الكرام على حسن صوت وكريم المتابعة، ونخص كل من تواصل معنا بأسئلته عبر الهاتف. نلقاكم إن شاء الله في حلقة قادمة، هذه تحياتي وتحيات كافة الزملاء طاقم العمل في هذا البرنامج. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سل العلماء من